انتهت مسابقة الدوري، يعني فاضل الحقيقة كذا ماتش عشان نكون دقيقين، 3 مباريات للنادي الأهلي. الأهلي لقب خلاص بلقب 43 في تاريخه، زي ما قلت لكم فاضل 3 ماتشات. النهارده كسب المقاولين 4-1، لسه فاضل له حرس الحدود يوم 19 وبيراميدز 23 والمصري يوم 26. نتمنى أن يكون هذا اللقب 43 بدون هزيمة، وبكده ده يكون اعتقد للمرة الايه التامنة، التامنة للأهلي بدون هزيمة، اعتقد كده مظبوط، التامنة للأهلي بدون هزيمة. النهاردة في فقرتنا هنتكلم عن حصاد هذه النسخة من بطولة الدوري اللي حسمها الأهلي مبكرا، هنتكلم عن الأرقام مع مارسيل كولر، وهنتكلم على أرقام المنافسين، هنتكلم على بيراميدز، هنتكلم على الزمالك، هنتكلم على من يعني هبطوا للدوري الدرجة الثانية، ونتكلم على حالة الدوري. هل لدينا في مصر دوري قوي؟ هل لدينا في مصر دوري الأقوى دوريات العربية؟ الحقيقة أنه كان دايما الدوري المصري هو الأقوى، ولكنه لم يعد كذلك. لماذا؟ إيه مشاكل الدوري المصري؟ ونتكلم كمان على العام المقبل، لأنه عام صعب جدا. أنا بقول لكم إحنا هندخل الخلاط السنة الجاية، إحنا عندنا احتمالات توقف للدوري المصري 75 يوم، معانا بطولات دولية، بطولات قارية، بطولات للنوادي، قد تؤدي لتوقف الدوري عدة مرات وإنهاك للاعبين أيضا. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، كابتن كبير حمادة صدقي نجم المنتخب والأهلي طبعا السابق، وأصدقائي من الكباتن كابتن تامر صقر محلل فني لأون تايم سبورتس، وآسر حسين المحلل الرياضي اللي دايما بيكون معانا في الحلقات الكبرى. ونبتدي بيك يا آسر بالأرقام والتحليل والمعلومات، اتفضل. يلا بينا، مرحبا بيك استاذ لميس وكابتن كبير احمد الصدقي وصديقي وكابتني طبعا كابتن تامر صقر. نخش على الاهلي على طول، بطل المسابقه طبعا، يعني عاده الاهلي كالعاده بيستعيد لقبه في الجزيره تاني، اللقب ال 43. فكره اللا هزيمه، اتكلم كولر بعد مباراه الزمالك، ودي قيمه كولر الفنيه اللي هنتكلم عنها مع اللعيبه، وقال لهم انه مباراه الزمالك انتهت، انا عايز انهي الدوري بفارق على الاقل 20 نقطه عن المنافس بتاعي او الوصيف، وعايز احقق لقب اللا هزيمه. الاهلي سبق لي ان عمل كده قبل كده في 7 مرات سابقه، موسم 75 76 78 79 و85 86 تحت قياده الدكتور طه اسماعيل، 98 99 مع تسوبل، 2004 2005 و2005 2006 طبعا مع المدرب الاسطوري مانويل جوزيه، واخيرا عملها مع حسام البدري في 2016 2017. النادي الاهلي لعب في الدوري 31 مباراه، 25 فوز، تعادل 6 مرات لا هزيمه كالعاده، مرورا بمباراه اليوم امام المقاولون. اقوى خط هجوم طبعا برصيد 62 هدف، اقوى خط دفاع استقبل 9 اهداف فقط. المفارقه ان المقاولين سجل النهارده اخر هدف سجل في الاهلي قبل هدف زيزو، كان في المقاولين في الدور الاول برضو كان هدف جون اوكلي. طبعا يسعى لتحقيق الدوري لا هزيمه للمره الثامنه، ويستمر الاهلي في كتابه التاريخ. نخش على مارسيل كولر على طول طالما اتكلمنا على الاهلي. الراجل بيؤكد، وانا كنت سعيد ومحظوظ ان كنت مع حضرتك استاذ الميس في الاستوديو الخاص، كان معانا كابتن تامر صقر بكاس العالم للانديه، قلت لحضرتك انه الصفقه الاهم اللي عملها النادي الاهلي مش لاعب او جلب لاعب معين، هي كانت التعاقد مع مارسيل كولر. ارقامه بتتكلم عنه 5 القاب في الموسم الاول، دوري ابطال افريقيا، دوري المصري، 2 سوبر مصري وكاس مصر، يتبقى بطولتين يقدر يكسر بيهم، يكتب التاريخ لنفسه، يكسر بيهم رقم مانويل جوزيه المدرب الاسطوري اللي حقق الخماسيه في 2006، لو فاز بالسوبر الافريقي ولو فاز ببطوله كاس مصر بتستكمل. طبعا في دوري الابطال اقوى هجوم 23 هدف متخطيا طبعا سان داونز والوداد، في الدوري المصري اقوى هجوم قلنا 62 طبعا زاد عليهم اهداف النهارده 4، وتلقى اقوى دفاع تلقى فقط 9 اهداف. طيب انا بس قبل ما نذهب الى الكلام بعد كده رايحين على ايه، على بيراميدز، الفارق في الارقام بين بيراميدز والاهلي كام يا ياسر؟ لا في متقارب جدا في الهجوم، بيراميدز مسجل حوالي حاجه و50 هدف. لا لكن انا بتكلم على ارقام النقاط، 11 النقاط 11 نقطة. 11 نقطة والأهلي متبقي ليه 3 مباريات، عايز يوسع فيهم الفارق ده يوصل ل 20 نقطة. والزمالك اعتقد فرق اكتر حوالي 20 نقطة تقريبا. الزمالك بعيد جدا. هل بنعتبر ده كابتن حمادة، بنعتبر ده دوري ذو منافسة حقيقية ومنافسة كبيرة؟ يعني مش عايزة أنافس بالدوريات الأجنبية، ولكن لما يكون ما بين الأول والتاني 11 نقطة وبين الأول والتالت 20 21 نقطة، مش ده كتير؟ كتير قوي، يعني يعتبر يعني منافسة
ما شفناش منافسه على المركز الاول الدوري دوت. كان قبل كده كان الاهلي والزمالك بيفضلوا يعني يتبادلوا الاماكن لغايه اخر وقت بتعرف يعني يمكن قبل الدوري يخلص بمباراه اثنين مين بيحسم. لكن السنه دي لا، في فرق كبير جدا بين المنافسه، يمكن دخل فيوتشر شويه، دخل بيراميدز قربوا بس من الاهلي، ولكن بعيد ما تقدريش تقولي عليها منافسه حقيقيه في الدوري. يعني المنافسه يمكن شفناها في الهبوط تحت، شفناها في المركز الثالث والرابع، كان في منافسه اكتر من المنافسه على بطوله الدوري. الاهلي فرق بشكل كبير، الاهلي يعني الامور عنده في ثبات اداره، جهاز فني، لعيبه على اعلى مستوى، في استقرار كبير في النادي الاهلي، ده اللي اداله الافضليه بجانب المنافسين. كان يعني بنتكلم على الزمالك، كان بقى عنده بعض المشاكل اللي قابلها خليته بعيد خالص عن المنافسه. يعني الزمالك كان بيتكلم على عايز اخش ثالث عشان العب كونفدراليه، بلاش رابع عشان لو حد خد كاس الرابع ما يبقاش ليه مشاركه في الكونفدراليه. تامر، بتعتبر ده واحد من نقاط ضعف الدوري، انه ما فيهوش منافسه على القمه؟ يعني دوري ايه ده اللي ما فيهوش منافسه على القمه؟ دليل الدوري المغربي، الدوري المغربي لغايه اخر ثانيه جيش ملكي بيكسب في اخر ثانيه البطوله. لا، على الارقام اللي انت قلتيها برده يا رميس، الدوري المغربي اخر 10 سنين 6 ابطال، يعني 6، جيش ملكي، رجاء، وداد، نهضه، اعتقد نهضه بركان، الفتح. ان انت هو ده المنافسه، ده اللي احنا نتمناه، هو ده اللي خلى المغرب دلوقتي تبقى رابع العالم وتبقى دلوقتي متسيده افريقيا في كل الاعمار. فلازم اعتقد ان لازم التنافس يبقى اكتر من كده، لازم حاجات كتيره بقى. يعني الدوري لو احنا بنتكلم عشان يبقى فيه تنافس لازم يبقى فيه انتظام مسابقه، لازم يبقى فيه تحكيم عادل على الفرق كلها، لازم يبقى فيه تدعيمات للفرق كلها، لازم يبقى المنظومه كلها تبقى ماشيه بطريقه صحيه عشان يبقى فيه تنافس. ولكن غير كده هتلاقي الاهلي فايق قوي وفارق عن الفرق اللي بعديه، او الزمالك زي السنتين اللي فاتت. السنتين اللي فاتوا كان في منافسه شرسه. بس السنتين اللي فاتت اللي فرق يا لميس ان الاهلي كان عنده ضغط ماتشات، لما رجع لقى الزمالك فارق بسبع ماتشات، فكان لازم يكسب الماتشات، حط ضغط عليه، ضغط بدني كبير جدا ان انت تلعبي كل ثلاث ايام وتكسبي سبع ماتشات، فاثر ان انت بتتعادلي ماتش تخسري تكسبي. فالزمالك فرق لما رجع، بقى الاهلي السنه دي لما رجع وفرق 6-7 ماتشات ولسه متصدر، وبيراميدز والزمالك قاعدين بيضيعوا في نقط كتيره، هو ده اللي خلى الاهلي يبقى في فرق. هنرجع نتكلم عن حاله الدوري، لكن نكمل بيراميدز يا اسر. لازم نتكلم على الوصيف، لانه الحقيقه كان دايما بيثار السؤال استاذ لميس بانه مشروعيه المشروع، طب انا برتكز على ايه؟ خمس سنوات دلوقتي على تاسيس المشروع، انفاق هائل، طب فين البطوله اللي تدي شرعيه للمشروع ده او كده؟ لكن حقيقه لازم اشيد باللي حصل الموسم ده على الاقل. ايجاد الفريق اخيرا لمدرب يعمل هويه للفريق وهو باتشيكو، كمان انه يسيبوه يشتغل، كان دايما بيعاب على تجربه بيراميدز استاذ لميس انه ما فيش مدير فني بيكمل مده طويله. يمكن باتشيكو في طريق انه يبقى تاني اطول مدرب بعد اروابانا اللي كان ماسك قبل كده، لعب 36 مباراه، احتل الوصافه، صعد دوري ابطال لاول مره، وصل نهائيين وخسر من الاهلي في الوقت الاضافي، وخسر مره بفارق هدف، فبالتالي لعب مباراه قويه جدا، ولعب مباراه قويه جدا امام النادي الاهلي بطل افريقيا، جمع 70 نقطه من 33 مباراه، فاز في 21 مباراه وتعادل في 7 وخسر في 5، فاز 10 مباريات على التوالي في الدوري، ودي كانت طبعا حاجه مهمه جدا نفسيا للعيبه في اخر 11 مباراه. طبعا فكره باتشيكو والهويه اللي بنتكلم عنها، ما تبقاش عارف المنظومه مطمنك عليها. في الدفاع علي جبر بيلعب، احمد سامي بيلعب، ما فيش مشكله، الشيبي بيثبته ناحيه اليمين، او احمد توفيق بياخد ادوار ثانيه في وسط الملعب، ما فيش مشكله. غياب اهم اثنين لعيبه في بيراميدز استاذ لميس، عبد الله السعيد اهم لاعب في الفريق خمس سنين صبحي. ورمضان صبحي، والفريق مكمل، والغزاره التهديفيه عنده كبيره جدا. فالحقيقه تحيه لاداره بيراميدز ان اخيرا لقت ضالتها في مدرب يخلق هويه ودافع عند الفريق. وكمان انه اما اتكلمت مع اصدقائنا داخل بيراميدز قالوا لي الاحساس العام من رئيس النادي لحد اصغر عامل هو ان البطوله جايه قربت خلاص. ولازم اقول ان بيراميدز ده للعام الثاني على التوالي هو الوصيف. السنه اللي فاتت برضو كان الوصيف لما كان الزمالك في مقدمه متصدر الدوري، وكان الاهلي نمره 3. السنه اللي فاتت كان عامل 71 نقطه، السنه دي عامل 70 نقطه، ولسه فاضل له ماتش مع الاهلي. ورئيس بيراميدز اعلن استمراره في الاستثمار في النادي، رئيس الاماراتي لبيراميدز، لانه كان في بيان قبل كده انه في حاله من عدم العداله وبالتالي هنوقف استثماراتنا. لا، هم اعلنوا استمرارهم في الاستثمار. اتفضل. ده طبعا بالنسبه لبيراميدز. عندنا طبعا زمالك بقى، وقصه كبيره جدا يمكن كابتن تامر اتكلم عن جزء منها، المقارنه بين زمالك فريرا وزمالك اسوريو. فريرا في الولايه الثانيه 60 مباراه، 34 فوز، 13 خساره، و13 تعادل، خروج من دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات،
طبعا هو مش متسبب في الرقم ده لانه ده رقم سلبي للزمالك ثالث موسم على التوالي، لكن هو خرج من دور المجموعات قدر يكسب مباراتين فقط. وسوريا على الناحيه الثانيه لما استلم المسؤوليه 14 مباراه 9 فوز و2 خساره و3 تعادل. الفوز مهم بقى 4 تعادل خلاص خلص الماتش يا كابتن تامر اشكرك. ب 4 تعادل في التعادل الاخير مع فاركو. لا 3 لا 3 بحساب النهارده احنا حاسبين النهارده فاركو. لا فاركو لسه الماتش خلصان دلوقتي تعادل. ما هم كانوا 2 بقوا 3 اعتقد خلاص. لا الخساره كانت 2 وتعادل هو دلوقتي سوري لعب 15 ماتش يبقى فيه 4 تعادل. 4 تعادل ماتش فاركو لسه فبالتالي هو كمان المهم في ارقام الفوز ان في 3 مباريات حافظ على حظوظ الزمالك في انه لا ينهي الموسم بشكل او يبقى عنده موسم صفري. ان انا خلص الفريق من كمين بروكسي اللي احرج الزمالك، بعدين طلع لاعب فاركو وفاز عليه 3-1 ورد له هزيمه الدوري، ثم الفوز بسداسيه تاريخيه على فريق عريق زي المقاولون. الخسارتين برضو ما تقدرش تلوم قوي وسوريا عليهم لان خساره امام الاسماعيلي وامام الاهلي بفارق الامكانيات الكبيره والفورمه بتاعت الاهلي العاليه جدا يعني وبطل افريقيا. مش هنقف قدام خساره الاهلي لان ما اقدرش الوم سوريا، لا ده ممكن نسمع فيه راي الكباتن بقى في هذه القصه. طب انا بس اسمع تعليق كابتن حماده على بيراميدز. اداء بيراميدز يعني احنا طول عمرنا متعودين على الانديه الشعبيه، الانديه اللي لها جماهير، ظاهره جديده عندنا انديه شركات، انديه مصنوعه جديده بقى بيراميدز فيوتشر زد الجونه، ابتدت تبقى عندنا انديه المال بيتكلم يعني فلوس عملت نادي طبعًا. بقدر اجيب لعيبه على مستوى عالي كواليتي عالي من اللعيبه، بقدر اخش المنافسه بشكل قوي جدا. لكن الانديه الشعبيه بتعاني معاناه كبيره جدا من موضوع الموارد، ما عندوش موارد، ما قدرش قادر يجيب لعيبه، مش قادر يعني في استمراريه في صرف المرتبات، عندهم مشاكل كبيره جدا بتاثر على اللعيبه. ولكن بيراميدز بس مشروع اتعمل بقاله يمكن 3-4 سنين، ضخ مبالغ كبيره جدا لهدف ان انا يبقى فيه بطوله وفيه منافسه. لغايه دلوقتي انا بقول بيراميدز ما حققش حاجه. يعني انت شايف انه بيراميدز لم يحقق شيء حتى زي مقارنه بالمصاريف اللي بتصرف، يعني باخد خدنا اتنين تاني مره تاني الدوري ماشي بتشارك في البطوله، لكن انت كنادي بالكم المصاريف اللي بتصرفها دي انت محتاج تبقى في بطوله، يعني المردود بتاعك بطوله، لكن مش مردود ان انا ابقى تاني او تالت دوري. ما خدتش في افريقيا، جات لي فرصه كبيره جدا اخد الكونفدراليه اكتر من مره ما خدتهاش. انا معلش بعتبر ده جزء من الفشل. النجاح اللي انا حطيت استثمارات بالمليارات المقابل بتاعها يبقى في عندي بطوله. بقول بيراميدز لغايه النهارده لسه ما قدرش يحقق التارجت بتاعه بمقارنه زي ما قلنا بالفلوس اللي بصرفها بالكواليتي بتاع اللعيبه. هو عنده لعيبه على مستوى عالي جدا، يعني شفنا ابراهيم عادل احسن لعيب في بطوله اقوى سكواد بالظبط، احسن لعيب في بطوله افريقيا للمنتخب الاولمبي. كارتي الباك رايت الشيبي لعيب كويس جدا طبعا، بجانب رمضان وعبد الله عنده لعيبه بتاعه بطوله. يبقى ايه السبب؟ الدوافع عند اللعيبه انا شايفها مش بقاش قويه او في وقت معين، يعني تلاقي في ماتشات كويسه قوي ماتشات ضعيفه بيقع فيها، فدي دوافع بتاعه اللعيبه دي بتتاخد من المدير الفني بتاخد من الاداره. الهدف ممكن اقول لك ان السبب الجمهور، بمعنى ال 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 الاهلي الزمالك الاسماعيلي المحله. هو ما عندوش ضغوط، عنده جمهور، عنده لعيب الاهلي والزمالك عندهم ضغوط الجمهور، عندهم ضغوط الاعلام وعنده انتماء الجمهور كمان. بالظبط، ده بيدي دافع قوي جدا للاعب، يمكن ده مش موجود في بيراميدز، يعني ما عندوش جمهور يحاسبه، ما عندوش اعلام بيحاسبه او بيحطه تحت ضغط. ده فرق بين لعيبه الاهلي ولعيبه بيراميدز او فيوتشر، بعيد قوي ما عندهمش الضغط الاعلامي ولا الجماهيري. تامر عايز تسال على بيراميدز ولا نخش على الزمالك؟ والله انا بشوف ان هم عندهم ميزه وعيب، يعني كابتن حماده قال دلوقتي على موضوع ان الفرق الكبيره بيبقى عندها ضغط الجماهير، هم بيلعبوا من غير ضغط، بس في نفس الوقت لو اخذناها من ناحيه ان هم ياخدوا بطوله مهم جدا الحافز المعنوي من الجماهير، وان يبقى عندي احساس كلاعب ان انا لو خسرت النهارده لا ممكن اتحاسب من الجماهير، فدي ناقصه بيراميدز، يعني هي اللي عندهم على طول خطوه بتفصلهم حته الجماهير دي، لو قدروا بقى بعد فتره ان هو يبقى ليهم قاعده جماهيريه ان هو يبقى ليهم جماهير دي هتساعدهم بصوره كبيره. هيجي لهم جماهير منين يا جماعه؟ ما هو انا عايز اعرف والله يعني معلش الشركات بعوض بحاجه تاني، لازم اعوض بحاجه تاني. دول هيجي لهم جماهير منين؟ وانا هنا ما بتكلمش على بيراميدز، بدي دوافع عند اللعيبه قويه جدا عشان اقدر اخد بطوله.
لعيبه على مستوى عالي، لكن استحاله هجيب جمهور من الاجيال القادمه لو عايز يعمل زي مشروع ان هو يطلع. الاجيال الصغيره دي لو ابتدى يظهر بالنجوم اللي بيستقطبها بالحاجات دي هي اللي بتشجع الاولاد الصغيره ان ممكن تشجع غير الاهلي والزمالك، يعني ما يبقى في فرقه ثالثه او رابعه يشجعوا. لا ما اعتقدش، ما هو الموضوع مش سهل في مصر سهل. بس طب هنرجع للزمالك، الزمالك ما بين فيريرا واوسوريو، واسمع تامر اتفضل. سوريا انا عاجبني طبعا خطه، بس الفكر اللي عايز يعمله اللي هو الفكر اللي بيعمله غارديولا واللي بيعمله كلوب سامحه حضرتك ما ينفعش ان هو يعمله بالطريقه دي وبالكواليتي اللعيبه اللي عنده. وكمان في ماتش الاهلي مثلا يعني انا الومه، انا يعني هو الملام الاول في مباراه الاهلي، انا يعني انا التشكيل طبعًا. التشكيل انت ضيعت 45 دقيقه الاهلي متسيد 45 دقيقه بسبب ان انت بتلعب بطريقه وبلاعبين مفيش خط نص ملعب اللاعبين في مراكز مش بتاعتهم. بص يا لميس، ما ينفعش ان انا بلاعب زمالك كداخليه وحرس حدود بلعب باثنين هاف ديفندرز زي رؤى وعمرو السيسي واجي في الاهلي او ملاعب فتوح وزيزو يبقى في الاخر ده الفرقه دي هتبقى ضغط عليك فانت لو يعني الشوط الثاني لما نزل بس لعيبه وكمان مش لعيبه احسن حاجه ظبط الدنيا. فهو انا بلومه على ال 45 دقيقه وده كان سبب رئيسي في خساره الزمالك. ما بين فيريرا واوسوريو ايوه اوسوريو ما اقدرش احكم عليه دلوقتي، اوسوريو عمال يعني بعيد خالص عن الدوري المصري، بعيد خالص عن الدوري الافريقي، بيجرب اكتر من طريقه، جاي في وقت ان الزمالك مش هياخد بطوله، مش هياخد بطوله الدوري. يعني ما كانش واقعي في اللعب قوي بسبب اللي هو بعيد عن المنافسه، فهو بيجرب، يمكن بيجرب للسنه الجايه، بيشوف الاماكن اللي ناقصه عنده. فما اقدرش احكم عليه السنه دي، يعني ما عجبنيش في ماتشات كتيره وعجبني في ماتشات كتيره. بيغير طريقه. عجبك فين؟ في ماتشات مثلا مقاولين بتاع الرقم الكبير ده، لا واداء كويس في بعض ماتشات، وماتشات كتيره جدا اداؤه مش مقنع. بيغير مراكز اللعيبه، بيغير طرق اللعب، الخطه نفسها بتتغير كتير. يمكن هو حاطط زي ما قلت اللي هو بيفكر في حاجات تانية لقدام، ما بيفكرش دلوقتي. تهيألي لو بيلعب على الدوري في منافسه كان ممكن يبقى واقعي قوي، هيلعب بشكل معين بيثبت التشكيل، كان ممكن نتفرج عليه بشكل تاني غير اللي شفناه ده. طب نكمل يا اسر. نكمل بعد كده، بعد الزمالك وفيريرا خش بقى على هؤلاء هم الهابطون. محلة يعني انا معلش المفروض طبعا احنا في اون تايم انا وكابتن تامر كده، احنا انحياز واضح طبعا الانديه الشعبيه، فحزننا جدا على هبوط المحله واسوان، مفيش كلام ده انحياز واضح يعني، لكن يعني اللي لعب احسن واستحق البقاء هو اللي قعد. المحله هبط للدرجه الثانيه بعد ان جاء في مركز الاخير الدوري براسي 33، لعب 34 مباراه، 8 فوز و19 خساره، بدا كويس جدا، كان فاز على حامل اللقب الزمالك، فالناس حست في بدايه الدوري انه في دي دفعه كويسه للمحله. انهى الدور الاول في مركز سابع وكان يقدر يزاحم الستة الكبار، لكن تراجع كبير جدا من بالتحديد التاريخ يا استاذ لميس 30 يناير التعادل مع البنك الاهلي، من بعديها بقى خسارات بالجمله وما فيش تحقيق فوز. طبعا تغيير نتكلم على استقرار الفني، مفيش استقرار طبعا عبد الباقي جمال ثم كابتن رمضان السيد واخيرا انت عارف يا اسر 33 نقطه منهم رضا شحاته 26 نقطه في الدور الاول. رضا شحاته رضا شحاته رضا شحاته رضا شحاته رضا شحاته لا مش رمضان السيد رضا شحاته رضا شحاته قرار برضه خالد عيد ده يبين لحضرتك قد ايه عدم الاستقرار. حتى يعني انا الناس زعلانه لجماهير المحله، لكن بتلوم كتير جدا اداره المحله، فكره ان انا يبقى عندي اصل الارث الكوري، اصل مره صعدني والراجل وشه حلو عليا، جابوا كابتن خالد عيد اخر ماتشين، مفيش يعني الموضوع كان قرار. هو هنا في بابا فاسيليو هو اللي ابتدى بدايه الدوري طبعا، بدايه الدوري بابا فاسيليو، بعد كده عباي جمال، بعد كده رضا شحاته، بعد كده خالد عيد، اربع مدربين. فبالتالي ده ادى طبعا لهبوط المحله، قرارات من الاداره غلط. تخش معانا الحدود اعتقد بعدها، معنا الحدود، معنا اسوان. اسوان هبط بعد ما صعد، يعني بعد ما صعد سنه نزل في نفس السنه مركز الاخير، تاني نادي شعبي يهبط للاسف بجماهير كبيره، يعني المحله جماهيره ضخمه واسوان كمان في لعنه الفوز على الزمالك برضه للمره الثانيه. ومحله من الفرق اللي خدت الدوري في وقت من الاوقات. طبعا الجيل العظيم، لكن برضه بدا الموسم الناس تفائلت جدا يا استاذه لميس، فوز على الكبار على الزمالك وانبي والمصري، بدا بصوره جيده جدا، ثم تراجع في الدور الثاني رهيب وخساره للنقاط ونزيف غير مفهوم طبعا، رغم انه عندنا محمد حمدي زكي اعتقد ثالث الهدافين اسوان، يعني راجل انت عندك مهاجمين بتجيب اجوان مش موجوده حتى في الفرق المقدمه في الدوري. فبالتالي طبعا هبوط اسوان والخساره الاخيره امام الداخليه 4-2. وعندنا اخيرا طبعا اخيرا وليس اخيرا الحرس الحدود، حرس الحدود اول الهابطين خالص. برضو
في رهانات، يعني رهان كابتن الكبير طبعا كابتن احمد ايوب وعنده خبرات مع النادي الاهلي وغيره، لكن الارقام اللي حصلت مع كابتن احمد ادت الى خساره الدوري، لانه لعب 15 مباراه وفاز في 3 فقط، فتعرض الفريق اجمالا ل 19 خساره. لما جابوا محمد مكي اخر 5 مباريات اعتقد كانت ارقامه ممتازه، الراجل فاز في مباراتين، تعادل في 2 وخسر مباراه واحده امام الاهلي، وده منطقي جدا. فبالتالي كان القرار الدفع بمكي كان اتاخر كتير بعد ما كان كابتن احمد خسر عدد كبير من النقاط، ادت ان الحدودي باول نادي يهبط للدرجه الثانيه. طيب هنخرج فاصل قصير، وبعد الفاصل نشوف بقى في راي الكباتن افضل لاعب، افضل مدرب، يعني اسوأ، مش اسوأ لاعب، يعني من اللاعب اللي لازم يشتغل على نفسه اكتر، ونتكلم على الدوري المصري مقارنه بالدوريات العربيه وكيف يبدو الموسم القادم. يعني دي مجموعة من أفضل الأهداف، ما نقدرش نقول إنها أفضل الأهداف، لكن الدوري طويل، أهداف كتيرة، فهذه مجموعة من أفضل الأهداف. ونبتدي نسمع من الكباتن بقى وجهة نظرهم في أفضل لاعب وأفضل مدرب وخلاف، ولكن أسمع تعليقكم على الهبوط الأول كابتن حمد صدقي. هنتكلم على آخر أسبوع، طبعا المنافسة كانت قوية جدا أو شراسة في موضوع أسوان، المحلة الداخليه والداخليه، كان اقل فرصه موجوده انا شايف اللي كانت للداخليه. الداخليه يعني عشان يكسب لازم النتيجه الثانيه تساعده، نتيجه المحله والحرس. هو عمل اعجاز وانجاز كبير جدا على عبد العال، ويشكر طبعا هو واللعيبه، اللعيبه كفاح في الملعب غير عادي. اسوان كان احسن فرصه، اسوان كان عنده اكتر من يعني تعادل يقعد سيناريو عنده اكتر من سيناريو يعني يقعده في الدوري. كانت مباراة قوية جدا، يمكن من أقوى المباريات اللي شفتها في الدوري السنة دي. في طبعا ده حماس وقوة، كورتين في العرض لا وإثارة غير عادية. يعني أسوان يرجع في المباراة خسران 2-0 يتعادل، وبعد كده كور في العارضة، وبعد كده بيخسر امتى بقى؟ في الدقيقة 91 والدقيقة 98 2-0، وبعدين أسوان تعادل، فماتش لطيف يعني. كان صعب جدا، فرحة كبيرة جدا لعب عال، حزن كبير جدا لايمن الرمادي. ايمن الرمادي عمل موسم جيد، يمكن جه بعد كابتن ربيع كان في خسارات كتيره، ولكن عمل شكل كويس قوي لاسوان، واسوان لم بعض النقاط في الدور الاول هائله تقعده، لكن الانحدار اللي جه لظروف بقى ماليه، ظروف حاجات كتيره جدا كانت مع عند فريق اسوان. المحله نفس الكلام، محله لم نقط كتيره جدا في الدور الاول، ما خدش غير 7 نقط او 6 نقط في الدور، كان صعب جدا 17 مباراه تاخد 7 نقط،
طبعا حاجة إداريا كبيرة. هنتكلم على أحسن لاعب. الدوري كان طويل جدا، أنا بقول مين مستواه ثابت من أول موسم لآخر موسم. يعني زيزوس بدأ الموسم مش أحسن حاجة، الشحات بدأ الموسم مش أحسن حاجة، يمكن الشحات لما جه كولر تحس فيه تحرر وابتدى يظهر بشكل غير جدا خالص، وعمل طفرة كبيرة في الناحية الهجومية. وبرسي تاو يعني في بعض اللعيبة جت مع كولر، فحسين الشحات هحط زيزو دور الثاني. بس اللي مستواه كان ثابت واللي هي بعد شويه تعليقات عليها هكلموا عليها، محمد عبد المنعم. انا بقول من احسن لعيبه السنه دي في الدوري محمد عبد المنعم، وكان ليه اهداف قاتله وفاصله في بطوله افريقيا، ادى بشكل كويس جدا. ما اعتقدش في مباراه عمل مباراه وحشه، الموسم كله عمله بشكل كويس، فعشان كده هقيس عليه اقول ده احسن لعيب السنه دي محمد عبد المنعم. اذا كابتن حمد صدقي شايف انه لان مستواه ثابت ولانه هو كان عنده اهداف وعنده استخلاص كويس جدا وكان بيأدي بشكل كويس جدا خلال السنة مع المنتخب ومع النادي، محمد عبد المنعم بالنسبه لكابتن حمد صدقي وافضل لاعب. خلينا نشوف احنا اخترنا مين. احنا اخترنا ثلاث لاعبين، او اسر اختار ثلاث لاعبين، مابولولو لاعب الاتحاد، زيزو، وحسين الشحات. اخترناهم يا استاذه لميس لان مابولولو هداف الدوري 16 هدف، زيزو عنده رقم مميز جدا يتخطى بيه اي حد، عنده 13 هدف و13 اسيست، يعني شارك في 26 هدف متخطي الاثنين. حسين الشحات يعني كمجمل مش الدوري بس، موسم ممتاز طبعا، نسخه كولر زي ما كان كابتن حماده بيقول، مشارك في اهداف حاسمه جدا في النادي الاهلي، ادت النادي ياخد افريقي، ادت النادي ياخد الدوري، فاهدافه والتوقيتات في توقيتات المباريات توقيتات حاسمه جدا. ولو ليك تختار واحد تختار مين؟ اختار زيزو. انا هختار، بص الثلاثه عاجبيني جدا، بس مابولولو هايل كهداف، يعني هو في الاخر هو هداف الدوري فانا هحطه هداف الدوري، بس انا هحط ثلاث لاعبين على مدار السيزون انا شايف ان هم في مستواهم متقارب جدا، ما اقدرش يعني افرق. في الزمالك زيزو، اهلي حسين شحات، مصطفى فتحي في بيراميدز. مصطفى فتحي مقدم السيزون وهو السبب اللي هو في حصول الاول لحصول بيراميدز في المركز الثاني. كابتن حماده اختار محمد عبد المنعم واحد، انا عايزك تختار واحد اختار واحد من الثلاثه اللي انت اخترتهم. واحد لا اختار هو زيزو اخذها السنه اللي فاتت، لا اختار حسين الشحات. حسين الشحات لا بس على فكره لو انت شايف ان زيزو، انا عشان الاهلي بطل الدوري، لا لو انت شايف ان زيزو بس لو احسن لاعب كاداء فردي في خلال السيزون هديها لزيزو، زيزو وبعدين مصطفى فتحي، بس عشان حسين الشحات كان مؤثر وفترات كتيره قوي تالق في اخر فتره للاهلي فلازم احطه معاهم. بس لكن على مدار السيزون انا شايف ان زيزو ومصطفى فتحي كانوا افضل الاثنين لعيبه عندهم سبب. بس على فكره في يعني في وجهه نظر ثانيه تقول لك ان زيزو بيشيل الماتش لوحده، هو يعني زيزو لوحده كان بيلعب قدام الاهلي، حمل عليه تقيل جدا، لان زيزو كان يعتبر هو يعني زمالك طول عمره عنده قوام اساسي كده، طارق حامد، بن شرقي، امام عاشور، مصطفى محمد. دلوقتي لا، زيزو شايل الفرقه لوحده، اليوم معظم اللاعبين ادوار مزدوجه يعني يعني انا يوسف اسامه نبيه وسيف جعفر الناس دي تألقت السنه اللي فاتت ليه؟ لان لقوا لعيبه معاهم كبيره زي الوينش وحد يعتمد عليهم، ولكن السنه دي لما لقوا ان هم النجوم ولازم الزمالك يعتمد عليهم الفرقه كانت صعب انها تعمل نتائج جيده. انت تختار مين من الثلاثه؟ زيزو. يبقى زيزو، حسين الشحات، محمد عبد المنعم. لا قلت زيزو اداء فردي. زيزو اداء لا ما تقوليش اداء فردي، قول لي افضل لاعب. عايزين واحد يا كابتن، افضل لاعب مين؟ زيزو محمد عبد المنعم، دي اختيارات الكباتن. طيب افضل لاعب صاعد؟ ابراهيم عادل. طب نشوف احنا اخترنا مين؟ احنا اعتقد عندنا برضو اختيارات، ثلاث اختيارات. اخترنا عمر فايد لاعب المقاولين المنتخب الاولمبي، اخترنا احمد عاطف قطه لاعب المقاولين المنتخب الاولمبي، واخترنا محمد حمدي لاعب وسط انبي. طيب بس نسمع كمان اختارهم الناشئين قوي اللي هو يعني اسمع ابراهيم عادل. ابراهيم عادل لعيب كبير، لعيب شفناه في بطوله افريقيا، اللي شفناه مع بيراميدز بيأدي بشكل كويس جدا وفارق جدا، لكن هو انا في وجهه نظري يعني ابراهيم عادل احسن لعيب صاعد في وليه ادوار هتتفرج عليها الفتره الجايه. ابراهيم عادل هيروح اوروبا، ابراهيم عادل هيعمل ان شاء الله يعمل حاجه كويسه جدا. لازم تقيم المنتخب والنادي، فالمنتخب كان عندنا ابراهيم عادل فارق بشكل كبير جدا في التصفيات في البطوله نفسها في المغرب. لا واخد احسن لعيب في البطوله، فانا مهاري عنده حلول كتيره جدا، لعيب تقيل في الملعب، بيعرف يعني مش
اخطائه بسيطه جدا وبيفرق بفرق بشكل كبير جدا، حتى مع بيراميدز في ماتشات معينه كان هو بينزل يخلص المباراه بيبقى ليه دور كبير جدا. لو سافر تتوقع انه يكمل؟ لان دلوقتي بقوا بيسافروا ما بيكملوش. لا ده اتوقع يكمل. يكمل يكمل ان شاء الله. لا كابتن تامر انا هحطهم بالترتيب، ابراهيم عادل، محمود صابر الثاني، الثالث محمد شحاته لاعب الجيش. لازم تختار واحد. انا هحطه بترتيب خلاص. واحد يبقى انت رايك انه ابراهيم عادل. واقطع واقطع واقطع. لا عشان لازم نذكر اللعيبه دي برضو ادت سيزون كويس، فلازم نقول لكن انت في النهايه لازم نختار واحد. انا محتار بين اثنين يعني قطه ومحمد احمد حمدي مع انبي. انا شايف انه احد الاسباب لعب مباريات كبيره جدا ولعب عدد مباريات كتير وساهم ان انبي خلص مركز سادس. انبي كان زي ما قلنا في الجراف كان الموسم الدور الاول استاذ رميس خلاص يعني هيهبط، اكتر فريق خسر. لكن طبعا دور كابتن تامر مصطفى ومحمد حمدي احد رجاله يعني، لكن عشان اداؤه المؤثر وشارك في الخمس مباريات زي ما كان كابتن حماده بيقول في المنتخب الاولمبي ده وكان ترمومتر اداء بيعلي يعني بينقلك في بيعمل السويتش الهجومي ليك، اعتقد ده اختار قطه احمد عطف قطه. طيب افضل مدرب يعني اكيد كولر لانه حصل على بطوله الدوري طبعا. فنخرج كولر بره المنافسه ونختار واحد من الثلاثه دول، انت شايف مين؟ الثلاثة أصل كل واحد عمل حاجة يعني. كابتن علي عبد العال زي ما كان الكباتن بيقولوا الإعجاز ببقاء الداخلية هو الأقل حظا، وربنا بيعوضه عن حصل السنة اللي فاتت مع إيسترن كومباني إنه عمل كل حاجة وما كانش ربنا ما رضاش إن الفرقة تقعد. عبد الحليم بسيوني أربع مباريات رجع فيهم الفرقة الجيش إنه يقعد في الدوري في أربع مباريات فقط، وخلاهم عند نقطة 36. تامر مصطفى استلم الفرقة بعد هزايم كتيرة جدا في الدور الأول وخلاهم يخلصوا من ستة الكبار، لكن عشان الإعجاز والأقل حظا أختار كابتن علي عبد العال بقاء يعني انه ابقى الداخليه في الدوري. كابتن حماده يعني احترام ليهم كلهم طبعا، بس انا بتكلم على موسم كامل، بتكلم على يمكن احط على علي مراوي في الثلاثه دول. مكافح مكافح طبعا مكافح. وعمل زي ما قلت اعجاز وانجاز كبير ان الداخليه تقدر تقعد. الداخليه كانت مهدده من بدري قوي اللي هي تبقى من الفرق الهابطه، لكن ما اقدرش انكر مثلا علي ماهر رابع في الدوري، يمكن الامكانيات مساعده وكل حاجه ولكن بيأدي وطلع لعيبه بشكل كويس جدا. باتشيكو مع بيراميدز برضو بياخد تاني دوري وفي استقرار فني واداري عندهم، فما اقدرش يعني ابعد دولت عن المشهد يعني. بس لو لك انك تختار واحد بقى من مين؟ يعني بره ممكن كولر ممكن اخد بره كولر اخد ممكن باتشيكو مثلا. باتشيكو طبعا بيراميدز طبعا بيراميدز تامر زي ما قال ياسر الثلاثة هايلين. علاء عبد العال عمل إعجاز إن هو يقعد الداخلية، عبد الحميد بسيوني لتاني مرة يبقى سبب في بقاء الجيش، تامر مصطفى لازم أتكلم عليه لأن تامر مصطفى دي تالت تجربة ليه في الدوري الممتاز سواء مع مقص أو الجونة، الفرقتين هبطوا وكانت تجربتين فاشلين يعني سيئين يعني. دي أفضل تجربة ليه مع إمبي إن هو زي ما ياسر بيقول إن هم كانوا مهددين بالهبوط ويوصلوا اول ستة، ده اعتقد انه عمل انجاز كبير. عشان كده انا شايف تامر مصطفى. يبقى لو بره كولر هتختار مين؟ تامر مصطفى. تامر مصطفى. طيب احنا ما كناش مختارين مين اللي شايف انه اداؤه ما كانش كويس السنه دي او محتاج ان هو يتغير، فابتدي بيك كابتن حماده. مين شايف انه ما اداش بالشكل اللي كنا متوقعينه ولازم ياخد باله؟ والله مش يعني في كتير يعني، في ناس المستوى ما كانش ثابت السنه دي، ما فيش لعيب بقى بعينه اقدر احدده دلوقتي مين اللي فكروني مين في كان اداؤه غير جيد وكنا متوقعين منه احسن من كده. في لعيبه كتير في الزمالك كان الناس متوقعه الزمالك اكتر. لا معظمهم في الزمالك. صبحي كنا متوقعين في الزمالك يعني. انا قلت محمد صبحي فعلا، محمد صبحي مثلا حارس مرمى يعني جيد جدا يعني كان في بوتنشال عالي بس في اخفاقات عليه. لا بالنسبه لادائهم في فرقهم يعني مثلا دونجا والسيسي بالنسبه لي مفاجاه لان دونجا كان هايل في بيراميدز والسيسي كان هايل في الجيش، جم الزمالك مش هم نفس المستوى. ففي معظم انا معتمد في الاثنين اللعيبه دول كان يعني دونجا راح منتخب مصر، دونجا كان بيأدي بشكل كويس جدا، يمكن ما قدرش يقعد تحت الضغوط بتاعه فريق كبير يعني والمنافسه والضغط الجماهيري ما وقفش صح فيه. ممكن السنه الجايه يبقى احسن من كده يعني، فما كناش يعني كنا متوقعين يدي اداء احسن من كده. طب بالنسبه لدونجا والسيسي يمكن صفقات الزمالك ما كانتش احسن حاجه وسامسونج وكده يعني. كابتن حماده قال حاجه، اللعيب تبقى فورمته على حسب الفورمه السيزون ده هيتعامل ايه يعني. معلش لو احنا الناس تفتكر السنه اللي فاتت معظم جماهير الاهلي كانوا
عايزين ان فريق الاهلي ده يجيب فرقه كامله يتفور وقفشه يمشي وشريف يمشي وكهربا يمشي وشحات يمشي دلوقتي هم بس عشان كده اللعيب لازم انت ما دام عارفه ان امكانياته جيده لازم توصليه لان هو الفورمه العاليه لعيب افتكرته عبد القادر في الاهلي عبد القادر برضه كان طالع كويسه جدا السنه دي يمكن ما اداش بالحاجات اللي الجمهور كان مستنيها بس مثلا الزمالك عمل 8 صفقات السنه دي بصراحه ولا صفقه منهم يعني سمعت ولا عمل مصطفى شلبي في اخر الماتشات شلبي الاصابه اسر مين اللعيب اللي انت شايف ان اداؤه ممكن اختار فريق ممكن تختار فريق يعني عشان بحب الفريق ده فمتضايق المقاولين خذلني جدا في انه كان بادئ ماشي كويس قوي مخلص الدور الاول الرابع كابتن شوقي غريب مدرب ما فيش عليه غبار عامل فرقه كويسه جدا بحس يعني كنا جايبين احصائيه في استوديو التحليل يمكن في الصبح انه دايما بتحكم على المدرب استاذ لميس في انه طب انا عملت شغلي الفني ولا وصل الفريق حوالي 391 مره جايبين فيهم 34 هدف فبالتالي انا بوصلك للجون والمهاجمين ما بتخلصش ففرطوا في المركز الرابع فرطوا في المركز الخامس فرطوا في المركز السادس مقاولين يستحق باسمه انه يكون في الحته دي فعندي طبعا عتاب عليهم كبير والاسماعيلي انا بيصعب عليا الاسماعيلي انا من الانديه اللي بيصعب عليها جدا الاسماعيلي يعني بيمر بظروف صعبه جدا مشكله الاسماعيلي مش السنه دي كمان مشكله السنه الجايه عنده السنه اللي فاتت عنده ايقاف قيد ومشاكل في اللعيبه كلها المهمه اللي ساعدوه ان هم يبقى السنه دي كلهم ماشيين مدبولي والشامي فعنده مشكله كبيره جدا السنه الجايه مين الفريق اللي انت شايف حضرتك كابتن حماده ان هو لا يعني مش خذلك بس كنت تتمنى ان هو يكون اداؤه افضل اسوان كان نفسي يقعد في الدوري كان نفسك يقعد عمل انا في فريق خذلني بصراحه برضو لازم نقوله سيراميكا سيراميكا بالتدعيمات اللي اتعملت في اول السيزون كلنا توقعنا ان هو هينافس على المربع وفجاه في اخر ماتش بقى ماذا ينقص الدوري المصري الدوري المصري لم يعد الدوري الاقوى عربيا كابتن حماده يعني هيروح يجرب في الدوري العماني نادي ايه يا كابتن نادي ظفار العماني نادي ظفار العماني العميد بتاع انديه عمان من الانديه الكبيره يعني زي الاهلي والزمالك نادي كبير وليه شعبيه كبيره جدا اتكلمنا وخلاص يعني بننهي التعاقد ان شاء الله يعني مبروك عليهم يا كابتن حماده الله يبارك مبروك عليهم طبعا يعني بس الشيخ يعني الشيخ علي الرواز طبعا من الناس الجميله رئيس النادي بيدعم بشكل كويس جدا وان شاء الله جايين يعمل معسكر في مصر هنا و ال 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 الدوري الدوريات العربيه رتبها لي بقى كده بنتكلم على السعوديه سيبك من اللعيبه اللي جت وهتعمل انتعاشه كبيره في الدوري ولكن الدوري السعودي من زمان معنى احتراف موجوده في السعوديه كان اشتغلت 2004 في السعوديه في الدرجه الثانيه وصعدت بفريق الحزم السعودي في نظام في نظام هناك في الدوله وفي تدعيمات طبعا ماديه كويسه جدا بس العقليه الاحترافيه موجوده هناك من زمان فهم ماشيين بشكل كويس جدا ما عندهمش مجاملات خالص عندهم انتظام في المسابقه يعني لائحه بتطبق على الكبير والصغير الحاجات دي اللي بتنجح لكن احنا هنا مش هلوم اتحاد الكره لوحدين انا هلوم الانديه كمان الانديه السبب في اللي احنا فيه هي اللي وافقت تلعب بالشكل ده يعني ايه الشكل ده اللي كان فيه مقترح لازم نعمل سنه استثنائيه عشان نقدر نعدي ونمشي بانتظام الانديه كلها وافقت لا هنلعب 34 اسبوع وعايزين الشكل الدوري دوت هتضغطوا يمكن حضرت انا كان في اجتماع بتاع الانديه القرعه وعمرو حسين طلع يتكلم في النقطه دي قال لازم نغير الشكل مجموعتين هي سنه واحده بس عشان نشتري السنين اللي جايه كلها الانديه كلها وافقت وموافقين نلعب مضغوطين وبعد كده بيرجعوا يشتكوا يعني الانديه اللي بتشتكي كمان ويجيبوا اللوم على اتحاد الكوره طبعا اتحاد الكوره كان لازم يبقى صارم وقرار قوي ان هعمل الدوري السنه دي كذا عشان السنين اللي جايه كلها تنتظم لكن النهارده حضرتك بتتكلمي على الضغط السنه الجايه احنا كل سنه احنا كل سنه عندنا سنه صعبه كل سنه وضغط ماتشات اللعيب بيلعب كل 3 ايام في الانديه الكبيره الدوري مضغوط تاجيلات معلش اصل عندي ماتش في افريقيا عندي ماتش هاجل لك يوم هاجل لك اسبوع فده السبب في الانديه واتحاد الكوره تونس بقى حلت الموضوع ده ازاي انها ابتدت تلعب دور واحد تطلع الثمان فرق الاولانيين يلعبوا نظام والسته التانيين ولا الباقيين يلعبوا على الهبوط والثمانيه دول يلعبوا دورين عشان ما شاء الله قللوا اربع اسابيع يعني كل ما تقللي كل ما بتفيدي اللعيب لان انت السنه الجايه بقول لك في مشكله كبيره انت قلتيها يا رميس لان عدد المباريات لا يمكن كل سنه هتلاقي المسابقات اللي هي بنلعب الكاس بتاع السنه اللي فاتت بنلعب السوبر بتاع السنه اللي فاتت
فاللعيب هيهلك وما ينفعش. وانت داخل عندك استعدادات لامم افريقيا استعدادات في 45 يوم في يعني انت داخل في الاول الاهلي مش هيلعب اول خمس ماتشات كده من الاول وعندك الكونفدراليه وعندك في حاجه اسمها السوبر الافريقي مسابقه جديده بس ده غالبا مش هيبقى دوري هيبقى زي كاس يعني هتلعب ثلاث ماتشات بس في النهايه دي مباريات فانت قبل المباراه دي بثلاث ايام ما بتلعبش ماتشات فانت عندك الدوري بحسبتنا كده هيقف 75 يوم فده دوري ايه ده؟ هي بص هتبقى مريحه للعيبه مش الدوليين ان هيراحوا فتره كبيره ممكن الرابطه تتلعب في الوقت ده ولكن اللعيبه اللي في المنتخب مصر اللي هيفضلوا على طول بيلعبوا من انديتهم للمنتخب دول اللي هيبقوا عندهم ماذا ينقص الدوري المصري في رايك؟ لا كذا نقطة ينقصوا جماهير ينقصوا انتظام المسابقة ينقصوا العدالة التحكيمية على الجميع ينقصوا تطبيق اللوائح على الجميع تطبيق اللوائح لكل يعني نفسي بقى ننسى موضوع اللي هو اصل احنا بتليفون ولا بقعدة عرب حلينا يبقى نظام زي ما كابتن حمادة قال زي ما السعودية عملت النظام على الكل سواء أهلي أو زمالك أو الفرق الهابطة. ماذا ينقص الدوري المصري ياسر؟ سريعا كده جبنا مثال السعودية، السعودية قوت المسابقة خلت المسابقة قوية قبل البراند بتاع المسابقه قبل ما تجيب لعيبه كبيره وتصرف فلوس عملوا زي ما كنا بنقول جابوا كل الخبراء اللي من بره يعملوا نظام تحكيمي جيد في مبدا العداله بيتطبق فبالتالي كمان الاهلي سبق الانديه كلها بانه بعت خطاب انه من دلوقتي بيقول اتحاد الكوره اتمنى ان يكون في نظره ثانيه على مستوى التحكيم مبدا العداله يمشي على الكل في رهانين رهان الاداري انه الرابطه وان جاءت متاخره والناس بتقول لكن هم معترفين بده بيقول لك احنا قطعنا 50% بس من شغلنا بقى في كيان منفصل استاذ لميس مشغول بس بالدوري يدي مساحه ومساحه للتنفس لاتحاد الكوره يهتم بالمنتخبات ويشاور على مدربين كويسين زي ما شفنا اختيار ميكالي وفيتوريا فده كله في الاتجاه الصحيح. هل مثلا من الاقتراحات ان نلعب دوري من مجموعه واحده لا خلاص يعني كده السنه الدوري الجاي لا خلاص هم عملوا دوري جاي عادي جدا زي شكله اللي هو ده احنا هنخش الخلاط بجد هنطول الموسم هيطول قوي يعني ممكن نخلص يعني زي ما انت بتسعى لنا الاولمبيكس كمان في شهر 6 الاولمبيكس ده اللي هو الفريق الاولمبي وهتزود عليه بقى ثلاث لعيبه من لا يعني ده هيلعب 71 ماتش استاذ رميس في موسم استثنائي 71 مباراه ده لعيبه غير ماتشات المنتخب غير ماتشات الاهلي غير ماتشات المنتخب ما اللعيبه اللي هتشارك مع الاهلي في 71 هيشاركوا برضه في المنتخب ده انت حاسب كاس العالم انديه لو انه يوصل ده من غير كاس العالم انديه كمان ده بس بالسوبر الافريقي ب 34 دوري بالكاس الحالي بالكاس لا ده شيء لا يمكن ما فيش لعيبه بتلعب كده يا جماعه لابد من نظره ثانيه طبعا خلاص الدوري اتحطت المسابقه هتبتدي في شهر 9 السنه اللي بعدها نفكر في السنه اللي بعدها نعمل نظام معانا على الخط الكاس اللي فات والكاس اللي دلوقتي السوبر اللي بطل الدوري والكاس بس احنا ممكن دلوقتي خلاص الموسم الجاي يبقى مزحوم لازم افكر في الموسم بعد كده أنا بقول. عشان اقدر اعمل مواسم جيده ومنتظمه ان شاء الله شكرا كباتن كابتن حماده صدقي ببقى سعيد دايما بوجود حضرتك شكرا صديقنا تامر صقر شكرا اسر حسين وبشكركم اعزائي المشاهدين القصه مش ان الاهلي طبعا بنبقى سعداء لما الاهلي بياخد الدوري لكن القصه هي المنافسه احنا محتاجين دوري بمنافسه محتاجين دوري منتظم وانا بالنسبه لي دوري بلا جمهور دوري ملوش طعم كوره بلا جمهور كوره ملهاش طعم حان الوقت كل مره بقولها ان تعود الجماهير لتملا الاستاد مش نقعد ناخد 10 و5 و2000 والكلام ده مصر مش اقل من الدوريات العربيه الاخرى اللي جماهيرها بتملا الاستاد وهنا اللعيبه حياتهم بتتغير افكارهم بتتغير طريقه لعبهم بتتغير كوره بدون جمهور مسرح بدون متفرجين بشكركم ونتقابل بكره باذن الله وهذه لميس الحديدي سبحانه